بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولمحمد اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهاد قال والنتائج باعتبار الجهات تكون في الثلاثة الأولى يعني في الضرب الثلاثة الأولى من الشكل الرابع وفي الثامن من عكوس ما كانت ينتج في الشكل الأول لأنها بالقرب يرتد إليه، نعم فتدخل الجهة هنا، أقول قد بيننا في صفحة مية من هذا الكتاب بهذا الطبعة أن الظروف الثلاثة الأولى والأخير يعني الثامن. ترجع إلى الشكل الأول بقلب المقدمتين ثم عكس النتيجة فإذا قلبت المقدمتين يعني جعلت صغرى كبرى وكبرى صغرى صارت القرينة من الشكل الأول يعني صار القياس من الشكل الأول وأنتجت ما ينتجه الأول من الموجهات ما ينتجه الشكل الأول ثم إذا عكسناها يعني عكسناها آه عكسنا النتيجة صارت نتيجة هذه الأضرب وجب أن تكون جهة جهة نتائج هذه الأضرب عكس نتيجة الشكل الأول بعد قلب المقدمتين يعني نعم مثاله إذا صدق كل جيم باب بالضرورة دخلت الجهة الضرورة كل جيم بالضرورة يعني كل من تعنون بعنوان جيم عقد الوضع يتعنون بباء عقد الحمل بالضرورة يعني فيه علاقة ضرورية بين جيم وأبا نعم في الصدق يعني في الواقع الخارجي وكل أجي ألف جيم بالإطلاق هنا دخول غير ضروري تواجد غير ضروري بين ألف وجيم أنتج بعض باء حين هو باء نعم بعض باء الف بعض باء الف حين هو باء لأن يعني الحد الحوسط جيم احذفه نعم ينتج بعض باء الف حين هو باء لأنه بالقلب ينتج موجبة كلية ضرورية اقلب المقدمتين الصغرى ما هي كل جيم باء بالضرورة هذه جعلها كبرى وكل ألف جيم بالإطلاق جعلها صغرى كبرى صغرى معناه يصير الشكل الأول جيم يختفي با يتعانق مع ألف بالجزئية نعم تصير هكذا النتيجة كل جيم با بالضرورة هذه جعلها كبرى سنقياس هكذا كل ألف جيم باء بالاطلاق صغرى وكل جيم باء بالضرورة كبرى نعم النتيجة ما هي النتيجة ويقول لأنه بالقلب ينتج موجب كلية ضرورية نعم ليش ضرورية لأن الكبرى هي ملاك القياس الكبرى بعد القلب هي كل جيم باب الضرورة نعم الصغرى ما هي كل أليف جيم باب الإطلاق نعم يعني الدخول فقط الدخول فقط يعني بدون ضرورة وبدون لا الضرورة مأخوذة بعين الاعتبار ولا الديمومة مطلق الدخول هذا هو الإطلاق نعم مطلق الدخول بين ألف وجيم وعندنا الدخول بين جيم وباء بالضرورة جيم يختفي ألف حتما لا يكون في باء بالإطلاق يكون بالضرورة لأن جهة الكبرى جهة الكبرى ضرورية بعد عكسها أنت تقول كل باء بالضرورة التي هي النتيجة بعد القلب اعكسها بعض باء أليف حين هو باء تأتي ماذا؟ تأتي إطلاقية نعم فكانت هي النتيجة يعني النتيجة تتبع خص المقدمة خلينا بدون بدون القلب نوظف العقل بدون هذه الآليات القلب، نصل إلى النتيجة نفسها، أولا عندنا في الصغرى الضرورة، وعندنا في الكبرى الإطلاق، فالنتيجة تكون إطلاق، ما معنى يعني بعض باء ألف حين هو باء، حين هو باء، جيد، خلينا نطبق المسألة بالعقل بدون القلب. كل جيم باء بالضرورة ما معناه صورة يعني جيم داخل باء في نفس الأمر في الواقع الخارجي فجيم يكتسب الضرورة لأنه داخل باء بالضرورة نعم يعني تعانق جيم باء في الخارج بالضرورة يعني عدم الإين في كك وعندنا كبرى وكل أجيم جيم آ بالإطلاق يعني عندنا تعانق الف جيم ولكن ليس بالضروره يمكن الان في اذا الف اذا عانق باء حينما يختفي جيم لا يعانقه بالضروره لا حينما يكون باء فقط ولهذا النتيجه بعض الف باء حين هو باء يعني ما دام باء هذا ببركه الوصف موصوف فيكون ألف نعم لا يكون بالضرورة نعم ضرورة تختفي وهي تنعكس مطلقة وصفية فكانت هي النتيجة بدون قلب المقدمتين ثم نعكس النتيجة حتى نصل إلى النتيجة الأصلية قال وفي الرابع والخامس ما ينتج بعد عكس كلتي كليتين المقدمتين في الشكل الأول أيضا أقول هذان الضربان يرتدان إلى الأول يعني الشكل الأول بعكس المقدمات معا تعكس الصورة والكبرى تصل إلى النتيجة أعكسها تصل إلى النتيجة صحيح فجهة نتيجتهما هي نتيجة الشكل الأول بعد عكس المقدمات معا نعم سهلة جدا هذه المسألة تأتي إلى الصورة تعكسها تجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا والكبرى تعكسها كذلك تحصل على النتيجة هنا لا تتوقف. تعكس النتيجة. نعم تصير هي الشكل الاول. قال وفي الاربعة التي عدا الاولين والسادس والثامن ما ينتج بعد عكس الصورة في الشكل الثاني. اقول قد بينا صفحة 188 من هذه الطبعة ان هذه الاضرب ترجع الى الشكل الثاني بعد عكس الصورة. فجهة نتيجتها هي نتيجة الشكل الثاني بعد عكس الصورة. مثاله إذا صدق لا شيء من جيم ب دائما لا شيء من با جيم دائما دخول وصفي دائمي يعني عرفي عام وكل ألف جيم بالإطلاق يعني الدخول فقط نعم ينتج لا شيء من باء ألف دائما نعم إذا كانت بينونة بين جيم باء دائما ببركة الوصف وألف ينتمي إلى جيم باء يتبرى من باء وألف ينتمي باء يتبرى من جيم وجيم ينطوي على ألف إذا باء يتبرى من ألف سهلة جدا نعم بدون آلية العكس كل باء كل جيم باء دائما يعني كل مصداق تعنونا بعنوان جيم يكون باء دائما وكل ألف جيم بالإطلاق ينتج بعض باء مثاله إذا صدق لا شيء من جيم باء دائما أنا اليوم جدا تعب لو كنت البارحة في سفر مرهق على أساس نعطل الدرس وما أحب أحببت أن أعطل الدرس فتحملوني على هذا الحال مثال إذا صدق لا شيء من جيم با دائما يعني في بينونة مطلقة بين جيم وباء ببركة الوصف نعم ليس دائما في مقطع خاص وكل ألف جيم با بالإطلاق ينتج لا شيء من باء ألف آه لا. لا شيء من جيم باء دائما يعني في بينونة بين جيم وباء دائما على طول ببركة الوصف نعم وكل ألف جيم بالإطلاق يعني في دخول دخول في نفس الأمر ينتج لا شيء من باء ألف دائما طبعا إذا كان كانت بينونة بين جيم وباء ببركة الوصف الدائمية وألف ينتمي إلى جيم وجيم منفع عن باء فالف ينفع عن باء طبيعه الحال ينتج لا شيء من باء الف دائما بدون هذه الاليات لان الصغرة تنعكس كنفسها صورة ما هي لا شيء من جيم باء دائما عكسها صار لا شيء من باء جيم دائما نعم وكل الف جيم بالاطلاق فنتحصل على الشكل الاول ينتج لا شيء من باء الف دائما لان الصوره تنعكس كنفسها اكتب تحتها كيف تنعكس لا شيء من باء جيم دائما وينتج من الثاني يعني من الشكل الثاني هذه النتيجه بعينها نعم اذا عكست انت الصورة لا شيء من جيم دائما تصير لا شيء من باء جيم دائما يصير الحد الاوسط محمول في المقدمتين باختلاف في الكيف ايجاب والسلب هذا هو الشكل الثاني قال وفي الخمسه التي عاد الثالث والاخرين ما ينتج بعد عكس الكبرى في الشكل الثالث اقول هذه الخمسه ترجع الى الثالث بعكس الكبرى الشكل الثالث يعني الحد الاوسط موضوع في المقدمتين فتكون نتيجتها نتيجة الشكل الثالث بعد عكس الكبرى يعني نتيجة جزئية مثال كل جيم باء دائما كل جيم باء دائما بمعنى يعني في تصادق دائمي ببركة الوصف ليس مقطعيا وكل الف جيم باء بالاطلاق نعم في دخول فقط بين الف وجيم ينتج بعض باء الف بالاطلاق نعم لأن النتيجة تتبع اخص مقدمتين بالاطلاق لأن الكبرى تنعكس تنعكس مطلقا يعني كل الف جيم بالاطلاق هو كل الف هو جيم الف بالاطلاق يعني اذا تصادق الف جيم فقط فيتصادق جيم مع الف اذا تصادق الف مع جيم فقط مطلقا مطلقا يعني السكوت عن كل شيء فيصدق جيم على ألف بنفس الكيفية بالإطلاق نعم فنقول كل جيم باء دائما وكل جيم ألف بالإطلاق جيم حد الأوسط موضوع في المقدمة الشكل الثالث والشكل الثالث ينتج جزئية كما بينا ذلك ينتج بعض باء ألف بالإطلاق يعني تواجد فقط والتصادق فقط لماذا التعليل لأن الكبرى تنعكس مطلقة الكبرى ما هي كل ألف جيم بالإطلاق تنعكس كل ألف جيم بالإطلاق وتصير القرينة من الشكل الثالث يعني القياس من الشكل الثالث من صغرى دائمية ما هي كل جيم با دائما وكبرى مطلقة ما هي كل جيم ألف بالإطلاق شكل الثالث ينتج مطلقة ما هي بعض باء الف بالاطلاق نعم اذا اذا تصادق جيم مع باء دائما ببركه الوصف ودخل الف جيم في الدخول اذا ما هي علاقه باء مع الف؟ هل الف يدوم مدوام باء؟ لا يتصادق مع باء بمقدار جهته وهي الاطلاق يعني في دخول في تصادق بين الف وباء بدون الإشارة إلى الديمومة تصادق فقط، أنه يتصادق يتصادق مع جيم فقط نعم وجيم تتصادق دائما مع باء يأخذ بمقدار جهته ما هي الإطلاق، إذن يتصادق الف مع باء فقط بدون الإشارة إلى الدائمية الديمومة، ولهذا يقول ينتج مطلقا. ينتج مطلقة كما بينا في ذلك يعني بعض بأ أليف نعم تسابق جزئي بين باء وأليف نعم ما يكون ألف تمام باء حتى يكون بالدائمية نعم قال والصغرى المشروطة والعرفية الخاصتان يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة الدخول المقطعي ببركة الوصف بالضرورة، هذه المشروطة الخاصة، والدخول المقطعي ببركة الوصف بدون ضرورة العرفية. مع الكبرى الضرورية والدائمة في الثلاثة الأولى، وفي الأخير متناقضة كما في الشكل الأول. نعم، لأن الضرورة تنفي الكبرى ضرورية. تنفي عدم الضرورة في العرفية. والدائمية تنفي اللادائمية دائمية في المشروطة وفي العرفية دائمية لا دائمة تناقض ضرورة ولا ضرورة تناقض نعم أقول هذه الضروب الأربعة ترجع إلى الأول بالقلب فبالحقيقة كبرى هذا الشكل فيها هي صغرى الأول وصغرى كبرى وقد بينا أن الصغرى الضرورية والدائمة تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخاصيتين لماذا؟ لأن الدائمية في مقابل الدائمية لا دائمية والضرورة في مقابل لا ضرورة فها هنا الكبرى الضرورية والدائمية تناقضان الصورة العرفية والمشروطة الخاصتين لأنها هي الأول نعم فتأتي التناقض فبالتالي لا يكون الإنتاج قال والكبريات الكلية ويا ما عدا الثاني والسادس والثامن إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتين بينا ما معنى الشروط المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة وكررناها كثيرا انتجت مع اي صورة اتفقت مع, مع اي صورة اتفقت يعني صورة جزئيه سالبه جزئيه موجبه مهما كانت مهما كانت حتى جهتها مطلقه عامه نعم مطلقة عامة مطلقة عامة يعني الدخول فقط تواجد فقط مطلقة عامة سالبة نعم كما في الشكل الثاني أقول الأضرب الخمسة التي هي غير الثاني والسادس والثامن هي التي كبرياتها كلية إذا كانت كبرها كبرها إحدى الخاصيتين أنتجت مع أي صورة فقط مطلقة عامة سالبة يعني الدخول العرفي الكبرى إما مشروطة خاصة أو عرفية خاصة يعني الدخول مقطعي ببركة الوصف نعم والصغرة مهما كانت تنتج مطلقة عامة سريبة يعني سلب التداخل يعني سلب التصادق سلب التصادق نعم كما قلنا في الشكل الثاني مثلا إذا صدق كل جيمبا دائما ما معنى هذه العبارة يعني التواجد بين جيم با على نحو الديمومة فقط وكل ألف جيم ما جيم هذه صورة كبرى وكل ألف جيم ما دام ألف لا دائما دخول مقطعي نعم دخول مقطعي الدخول الأول دخول دائمي والدخول الثاني دخول مقطعي ببركة الوصف الوصف هنا ألف ينتج لا شيء من باء بالإطلاق العام لا شيء من باء الف بالاطلاق العام، يعني الدخول الدخول المطلق يعني التواجد المطلق نعم لا شيء من باء الف بالاطلاق العام يعني في بينونة بين الف وباء بالاطلاق العام يعني لا ينوجد باء مع الف في نفس الأمر وإلا لا صدقة يأتي بالنقيض إذا لم يصدق لا شيء من باء ألف بالإطلاق العام يعني الدخول المصداقي وإلا لا صدق صدق ما هو لا شيء من باء ألف بالإطلاق العام النقيض ما هو بعض باء ألف دائما الإطلاق العام ما هو الدخول فقط لا يشير إلى الديمومة فالنقيض هو رفع هذا يعني المقطعية ناقضها الدائمية والكل يناقضها الجزئية، ولهذا قال بعض باء الف دائما. وهو يناقض الكبرى. الكبرى هو ما هي الكبرى؟ آه. وهو يناقض آه. نعم وهو يناقض الكبرى على ما قلنا في الشكل الاول. نعم. بعض باء الف دائما، انت في القياس عندك كل جيم باء دائما، يعني الدخول الدائمي. وعندك كل ألف جيم ما دام ما جيم ما دام ألف لا دائما يعني الدخول المقطعي ببركة الوصف بين ألف وجيم إذا ما العلاقة بين باء وألف باء دائم مع جيم وجيم مقطعي مع ألف نعم فيكون تواجد تنافي لا شيء من باء الف بالاطلاق العام يعني باء والف لا يلتقيان في مقطع من مقاطع الوجود فقط هذا هو الذي تستطيع ان تفتيه لكن انا الشيء الذي لم استوعبه جيدا هو قال كل جيم باء دائما وكل الف جيم ما دام الف لا دائما يعني ما دام الوصف دخول مقطع ببركه الوصف ينتج لا شيء من باء الف بالاطلاق العام يعني لا تجد التصادق تصادق المطلق بين ألف وباء يعني لا يلتقي باء مع ألف نعم يقول إذا لم تصدق هذه القضية ولا شيء من باء ألف بالإطلاق العام ولا صدق ماذا بعض باء ألف دائما لماذا لأن المقطعية نقضها الدائمية الكلية سالبه ناقضها الموجبه الجزئيه بعض باء الف دائما بعض باء الف دائما جيد بعض باء الف دائما يجب ان نعم يجب ان طعمه مع الصوره كل جيبه دائما وبعض باء الف دائما هذا هو الشكل الأول كل جيم باء دائما وبعض باء دائما ماذا ينتج؟ نعم ينتج إذا اختفى نعم إذا اختفى باء كحد أوسط ينتج ماذا؟ بعض جيم ألف وأنت تقول وكل ألف جيم يعني يناقض الكبرى هكذا يستقيم البيان نعم أعيد البيان مثلا إذا صدق كل جيم با دائما يعني التواجد الدائم بين جيم وباء في الواقع الخارجي وكل ألف جيم ما دام ألف لا دائما ويتصادق ألف مع جيم مقطعين ببركة الوصف نعم ينتج لا شيء من با ألف بالإطلاق العام يعني لا يتواجد ألف با في نقطة ما يقول إذا لم تصدق هذه القضية لا شيء من باء ألف بالإطلاق العام لا صدق النقيض نقيض الموجبة نقيض السالبة موجبة نقيض لا شيء يعني كلية جزئية بعض باء نقيض المقطعية هي الدائمية فتصير النقيض ما هو بعض باء ألف دائما صحيح هذا لا صحيح وهو يناقض الكبرى على ما قلنا قلنا في الشكل الأول كيف يناقض الكبرى تأتي بهذا النقيض وطعمه مع صورة القياس ما هي صورة القياس كل جيم باء دائما وبعض باء ألف دائما إذا جئنا ب لحظة بعض باء ألف دائما نعم بعض باء دائما كل جيم دائما ينتج بعض جيم ألف دائما بعض جيم ألف دائما وأنت عندك الكبرى وكل ألف جيم ما دام ألف لا دائما دائم والدائم تناقض إذا النقيض باطل الصحيح ما هو النتيجة لا شيء من باء ألف بالإطلاق نعم تعيين الجهة في نتائج الشكل الرابع قال فما ينتج منها في شكل ولا ينتج في آخر فالحكم للمنتج نعم وما ينتج على وجهين فإن كان أعم وأخص فالحكم للأخص طبعا طبعا الأخص نعم يعني الأخص هو هو المؤمن نعم وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصيتين الصغرى المطلقة مطلقة يعني دخول فقط دخول دخول النسبة فقط ومع الكبرى الخاصيتين يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة يعني الدخول تواجدي ببركة الوصف المقطعي في الضرب الثاني فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة يعني الدخول فقط، وبحسب الرد الشكل الثالث وجودية، وجودية يعني الدخول بدون ضروري بدون ضرورة. أقول القياس الذي إذا رد إذا رد إلى الشكل الشكل بإحدى الطرق المذكورة يعني إلى الشكل الأول من القلب أو عكس المقدمتين أو عكس عكس إحداهما وأنتج نتيجة ثم إذا رد إلى غير ذلك الشكل لا ينتج شيئا أصلا فنتيجة ذلك القياس هو الذي أنتجه عند الرد إلى الشكل المنتج نعم قاعدة هذه ليست بتلك الأهمية يعني أنت الآن عندك الشكل الرابع أرجعته إلى الشكل الأول أنتج أرجعته إلى الشكل الثالث لم ينتج ما هو إنتاج الشكل الأول يعني هو البديهي والواضح نعم مثاله الضرب السابع لا يمكن بيانه إلا بالرد إلى الثاني يعني الشكل الثاني بعكس صورة تعكس الصورة وإذا رد إليه أنتج ولو رد إلى غيره كان عقيما والحكم للثاني المنتج يعني الحكم الشكل الثاني أما لو أمكن إنتاجه على وجهين بأن يرد إلى شكلين مثلا فإن كان بين الوجهين عموم وخصوص فالاعتبار الأخص كقولنا كل جيم باب الإطلاق هذا الدخول مطلقا بين جيم وباء يعني التصادق فقط نعم وبعض جيم ما دام ألف لا دائما الدخول المقطعي ببركة الوصف ألف فإنه ينتج مطلقة عامة بالرد إلى الشكل الأول نعم وبحسب الرد إلى الثالث وجودية لا دائما نعم، مطلقة عامة ووجودية لا دائمية. لأن الكبرى تنكس، تنعكس حينئذ تنعكس حيث لا دائمية. الكبرى ما هي؟ في القياس. وبعض ألف جيم ما دام لا ألف لا دائما. نعم. لأن القياس ما هو؟ كل جيم باب الإطلاق، يعني التصادق مطلقا. وبعض ألف جيم ما جيم بعض ألف جيم ما دام ألف لا دائما يعني دخول مقطعي نعم كيف تنعكس الكبرى يعني وبعض ألف جيم ما دام لا دائما نعم تنعكس لا دائمية يعني بعض جيم ألف حينية لا دائمية يعني بعض الف جيم تنعكس بعض جيم الف. نعم. ما دام الف. حينيه يعني حين هي أه حين لا جيم لأن بعض الف جيم عكسها تصير بعض جيم الف ما دام جيم. نعم. فتختلط الصغرى المطلقه والكبرى الحي... الحينيه اللا دائميه وتنتج حينيه لا دائميه. نعم. يعني دخول فقط غير غير دائمي. وهي اخص من المطلقه العامه. نعم. المطلقه العامه مطلق الدخول لا بشرط. تنسجم مع ألف شرط. أما الحينية لا، الحينية مقيدة بوقت خاص. إذا من العام من الأخص؟ المطلقة هي العامة. المطلقة العامة هي العامة. والحينية هي الخاصة. وهي أخص من المطلقة العامة فكانت هي النتيجة. وهي أخص من المطلقة العامة أكتب تحتها تقول المطلقة العامة لا بشرط. إشارة إلى مطلق الدخول هذا الدخول قد يكون ضروريا قد يكون دائما ساكت عن نحو الدخول أما الحينية لا ناطقة بنحو الدخول وهو حين مقطعي إذا من الأعم مطلق العامة من الأخص الحينية النتيجة تتبع أخص المقدمة فتكون حينية الكبرى المشروطة الخاصة مع الصغرى الضرورية في الشكل الرابع يأتي إن شاء الله بيانه اللهم صل, على محمد محمد. <سؤال> اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد و ال محمد